للمزيد من المتابعة ينضم إلينا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري من دبي. أهلا بك علاء، يعني ضعنا في الصورة لديك ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقائع القمة العالمية للحكومات بدبي، تفضل. تحياتي إليك محمد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف الشرف الرئيسي لهذه الدورة العاشرة من دورات انعقاد قمة الحكومات العالمية التي تستضيفها دبي. هذا العنوان وهذه الاستضافة ترجمت على أرض الواقع من خلال مشاركة مكثفة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترأس وفد مصري حكومي رفيع المستوى. آخر الفعاليات مشاركة السيد الرئيس التي انتهت منذ قليل في الجلسة الرئيسية لفعاليات هذا اليوم والتي جاءت تحت عنوان مستقبل الاقتصاد العالمي بين الفرص والتحديات. في هذه الجلسة كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف الجلسة الرئيسي، حيث اعتلى سيادته المنصة مع أبرز المحاورين والإعلاميين الإماراتيين في حوار مفتوح بين السيد الرئيس وبين الحضور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الرؤية المصرية للتعاطي والتفاعل مع التحديات الاقتصادية الراهنة في انعكاس أو التي تتأثر بالأوضاع والاضطرابات السياسية الإقليمية والدولية. السيد الرئيس استعرض خطوات نجاح الاقتصاد المصري وأيضا خطوات تحمل الصدمات الإقليمية والدولية التي اجتازها البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المصري بنجاح، سواء فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا أو التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. أيضا السيد الرئيس كان قد استهل نشاطه هذا اليوم بحضور سيادته لمائدة مستديرة للشركات المليارية، وهي الشركات ذات التي يعني نشأت في أسواق ناشئة والتي تخطى حجم أصولها مليار دولار في وقت وجيز. في هذه الجلسة أو الدائرة المستديرة استعرض السيد الرئيس الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية، وأيضا استعرض حزمة من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية التي اتخذتها الدولة طوال الثماني سنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. بالمناسبة بعض من رؤساء مجالس إدارة هذه الشركات تعمل بالفعل في مصر أعربوا عن تطلعهم لضخ مزيد من الاستثمارات وإجراء توسعات على أنشطة شركاتهم في الفترة المقبلة، وآخرون استطلعوا هذه الفرص لبدء تدشين أنشطة لنشاطات شركاتهم في الفترة المقبلة. نتحدث عن مجالات محددة مثل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التجارة الإلكترونية والشمول المالي وغيرها من هذه الأنشطة المالية هو الاقتصاد المصري. على هامش مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هناك عدة لقاءات هامة جمعت سيادته بأولا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، لقاء أخوي ممتد تبادل خلاله السيد الرئيس والشيخ محمد بن راشد عدد كبير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بداية من العلاقات الثنائية بين البلدين وانتهاء بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تهم كل من مصر ودولة الإمارات. أيضا كان هناك لقاء هام استقبل خلاله السيد الرئيس كريستينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، لقاء ممتد استعرض خلاله السيد الرئيس ومضيفته عدد كبير من أوجه التعاون بين الجانبين، سواء فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أو فيما يتعلق بتعزيز التعاون في الفترة المقبلة للحد من التأثيرات السلبية لعدد من الأزمات الإقليمية والدولية. في هذا اللقاء أعربت كريستيانا جورجيفا عن تقديرها للتعاون الرسمي للدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي في إنجاح عدد كبير من مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، وأيضا أعربت عن تطلعها لمزيد من هذا التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. تستمر مشاركة السيد الرئيس الفعالة في هذا اليوم الأول من أيام انعقاد هذه
القمة، حيث من المنتظر أن يعني يجري السيد الرئيس إلى جانب اللقاءات السابقة عدد آخر من اللقاءات، بالإضافة إلى مشاركة سيادته في جلسة مغلقة هامة للغاية تحت عنوان تمكين القطاع الخاص في مصر للفترة المقبلة. في هذه الجلسة الخاصة سوف يتحدث السيد الرئيس أيضا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بشكل عام، حزمة الإجراءات التحفيزية والإجرائية التشريعية التي اتخذتها الدولة طوال السنوات الماضية لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة التي دشنتها الدولة في المرحلة السابقة والتي تحمل فرص للمشاركة الاستثمارية من جانب رواد الأعمال ومن جانب أيضا رموز القطاع الخاص سواء في إقليميا أو عربيا أو دوليا. هذه المشاركة زميلي محمد تعكس استضافة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذه الدورة من دورات انعقاد هذه القمة، ويعكس أيضا قوة ومتانة العلاقات التي لطالما جمعت بين مصر والإمارات طوال عهود سابقة، بالإضافة أيضا إلى اهتمام الساحة العربية والدولية بالتعرف على التجربة الاقتصادية الواعدة في مصر كنموذج يحتذى به في الاقتصادات الناشئة في الدول النامية، خاصة إذا علمنا أن هذه الدورة تحديدا تحظى بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة للغاية. يكفي الإشارة إلى عدد من الأرقام ربما تعكس أهمية هذه الدورة، أكثر من 10,000 مشارك من رجال القطاع الحكومي والوزاري وأيضا رجال القطاع الخاص، 150 دولة، 220 جلسة وندوة وورشة عمل ودائرة مستديرة على مدار 3 أيام هي مدة انعقاد هذه القمة، 20 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة أيضا إلى أكثر من 20 من ممثلي منظمات إقليمية ودولية، ما يعكس أهمية هذه الدورة تحديدا وأهمية أيضا مشاركة مصر كضيف شرف رئيسي في فعاليات هذه القمة. نعم محمد. علاء رشوان شكرا لك على كل هذه المعلومات الوافية، مستعرضا لنا طبيعة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العالمية للحكومات بدبي وبرنامج عمل سيادة الرئيس ومشاركته في هذه القمة. شكرا جزيلا لك علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات بدبي.